بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 33 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بالشيخ. حياكم الله وبارك فيك. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل من الجزائر، قرية بوعيش. السائل يقول في سؤاله الأول لفضيلة الشيخ: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بين الشرك والكفر عموم وخصوص كما يقول أهل العلم. فالكفر أعم من الشرك، فإن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، لأن الكفر يطلق على الشرك ويطلق على الإلحاد، يطلق على الذي يؤمن بالله ويشرك معه غيره في العبادة، ويطلق على من يجحد وجود الله سبحانه وتعالى. وأما الشرك فإنه لا يطلق إلا على من يقر بوجود الله عز وجل ويقر بربوبية الله لكنه يعبد معه غيره. الكافر أعم من المشرك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل من الجزائر: ما حكم الذي لا يقرأ بالتجويد في الصلاة الجهرية وهو يعلم؟ ماذا يجب عليه؟ تجويد بمعنى المعنى الاصطلاحي المعروف الآن من المدود والإدغام وغير ذلك من أحكام التجويد، هذا إنما هو من المحسنات، محسنات التلاوة، وليس هو بواجب. وإنما الواجب تقويم القراءة من اللحن، فلا يلحن فيها بأن يرفع المنصوب وينصب المرفوع، هذا هو الخطأ في القراءة. فإن كان هذا اللحن يحيل المعنى فإنه يبطل الصلاة، كما لو قرأ إياك نعبد إياك بكسر، أو أنعمت عليهم قرأ أنعمت عليهم، فهذا لحن يحيل المعنى فهو يبطل الصلاة. وأما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى لكنه يخالف الوجه اللغوي، مثل ما لو قرأ الحمد لله الحمد لله بالرفع بالنصب بدل الرفع، الحمد بدل الرفع، أو قال لله لله بدل الجر، فهذا لحن وخطأ لكنه لا يبطل الصلاة لأنه لا يحيل المعنى. وأما التجويد فإن حصل فهو طيب، وإن لم يحصل فإن الصلاة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ماذا يقرأ المصلي أثناء سجوده للسهو؟ يقول في سجوده للسهو مثل ما يقول في سجوده للصلاة، في سجوده لصلب الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك 3 مرات فأكثر، ويدعو لنفسه بالمغفرة ولوالديه، كالسجود في الصلاة تماما، لا يختلف. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. يقول السائل هذا أيضا من الجزائر، له سؤال عن كثرة الوساوس. يقول: اختلف العلماء في مسألة الرجل الذي كثرت عليه الوساوس، بعض أهل العلم يقولون بأنه يعيد الصلاة، والبعض الآخر يقولون يسجد سجود سهو، ما هو الجواب في ذلك مأجورين؟ الوسواس لا يسجد من أجلي، ولا يقول أهل العلم بذلك. الوسواس من الشيطان، فعليه أن يتركه وأن يستعيذ بالله ويرجع إلى صلاته، وليس عليه سجود سهو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ في آخر أسئلته: ماذا يفعل المصلي الذي دائما يشك في الصلاة؟ يقول: وأنا منهم، بماذا توصونني حفظكم الله وسدد قطعكم؟ مثل ما ذكرنا لك في جواب السؤال الذي قبل هذا، أنك تترك الوسواس ولا تلتفت إليه، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتعود إلى صلاتك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم ياسر من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، كنت مريضة بألم في مفاصلي وصداع في رأسي منذ فترة، فجمعت الظهر والعصر جمعا وقصرا،
وكذلك المغرب والعشاء جهلا مني، فقيل لي إن القصر خاص بالمسافرين، ماذا أفعل مأجورين؟ القصر لا يجوز للمقيمين ولو كانوا مرضى، لا يجوز لهم القصر، إنما القصر خاص بالسفر كما قيل لك، عليك إعادة الصلاة تامة، وإنما الذي يجوز للمريض هو الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا إذا كان يحتاج إلى ذلك، وأما القصر فلا يجوز إلا للمسافر. نعم. في سؤال للأخت أم ياسر من الرياض تقول: أسأل عن حكم زكاة الذهب الملبوس للزينة أثابكم الله. الذهب المعد للبس اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه، فالجمهور على أنه ليس فيه زكاة لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، وذهب طائفة من العلماء إلى وجوب الزكاة فيه لعموم وجوب الزكاة في الذهب، ولأنه ورد في الحلي أدلة خاصة أدل على وجوب الزكاة فيه. وعلى كل حال الخروج من الخلاف والاحتياط أمر مطلوب، الذي يقدر على تزكية الحلي المستعمل يكون هذا أحوط له وأبرى للذمة، والذي لا يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم الأخت السائلة التي رمزت لاسمها بنون يا من الرياض تقول: علي كفارة يمين ومعي قيمتها، ولكن علي دين، فهل أقدم الكفارة أم أسدد الدين وأصوم للكفارة؟ وما معنى دين الله أولى بالقضاء؟ الواجب الوفاء بالدين سواء كان لله أو للآدميين، وإذا كان عليك نذر مالي وعليك ديون للناس فإنك تسددين الديون التي للناس ويبقى النذر في ذمتك، إذا قدرت عليه فسدديه. نعم. هل هذه العبارة واردة: دين الله أولى بالقضاء شيخ تقول؟ نعم، دين الله أحق بالوفاء. نعم. أحسن الله إليكم. تقول لي قريبة: إذا قام الإمام يصلي في الراديو وبعد خطبة الجمعة تقوم وتصلي لوحدها سنة ثم تسجد وتدعو وهو يقرأ الفاتحة، فإذا أمن قام وأكملت الركعتين وتقول: أنا أفعل ذلك حتى يكون تأمين الإمام والمصلين لهم ولدعائي كذلك، فهل هذا أمر مبتدع وبماذا تنصحونها؟ نعم، هذا أمر مبتدع ولا يجوز، وعليها أن تترك هذا العمل، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عليها أن تترك هذا العمل لأنه عمل محدث. نعم. من أسئلتها تقول: يا فضيلة الشيخ، أنا لا أحب أن تفوتني الرواتب والسنن خاصة قبل الظهر والعصر، وأحيانا أتأخر عن وقت الصلاة قليلا، فيكون الناس قد بدأوا يصلون في المساجد أو أنهم خرجوا من الصلاة، فهل يبقى وقت الراتبة أصليها بحكم أنني امرأة ليس لي جماعة؟ نعم، يبقى وقت الراتبة، فعليك فتصلين الراتبة القبلية قبل الظهر ثم تصلين الظهر، لأنك ليس لك علاقة بجماعة الرجال وصلاة الرجال، فتصلين الراتبة أولا ثم تصلين الظهر ثم تصلين الراتبة التي بعدها. نعم. من أسئلتها تقول: فضيلة الشيخ، عندي صندوق للصدقة وفي كل يوم أضع فيه قدر من المال يوميا لكي يكتب في كل صفحة من صفحات أعمال صدقة، وفي كل يوم يأتي مسكين وأعطيه هذه الصدقة، فإذا جمعتها أعطيتها مستحقيها، فهل فعلي صحيح أم بدعة؟ لأن نيتي أن تكتب لي في كل صفحة صدقة. هذا عمل طيب، التصدق كل يوم بما تيسر هذا عمل طيب، ولكن عليك بالمبادرة، لا حاجة إلى وضع صندوق، عليك بالمبادرة بإخراج الصدقة، إذا وجدت المسكين فأعطيها إياه بدون أن توضع في صندوق. نعم. تقول: هل يجوز للمرأة أن تقيم الصلاة بقصد أن تجمع النساء للصلاة، مع العلم بأن هذا في داخل المدرسة ولا يسمعها إلا من حولها لينتبه، وإذا كان لا يجوز فكيف تجمعهن للصلاة شيخ؟ النساء لا تقيم، لا تؤذن ولا تقيم، هذا من حق الرجال فقط، وإنما يصلين من غير أذان ومن غير إقامة، ولهن أن يصلين جماعة، ولهن أن يصلين متفرقات، ولا داعي إلى تجميعهن، من اجتمع منهن فإنهن يصلين جماعة، ومن لم يجتمع فإنه يصلي وحده، وليس عليهن في ذلك جناح ولا حرج في صلاتهن جماعة أو منفردات، إنما الجماعة تجب على الرجال. نعم. هذا سائل سوداني علي نصر الدين مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز تخصيص قراءة سورة معينة من القرآن الكريم؟ مثلا في صلاة الفجر أنا أقرأ ما يتيسر لي من القرآن، وبعد ذلك
أقرأ سورة ياسين والواقعة والرحمن وتبارك، هل يجوز هذا التخصيص مع العلم بأنني منتظم في قراءة جزئين من القرآن؟ لا يجوز تخصيص هذه السور بصفة دائمة، لكن إذا قرأها أحيانا فلا بأس بذلك، أما المداومة عليها بعد الصلاة فإن هذا غير مشروع. وإنما الذي ورد أنه يقرأ بعد الصلاة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، هذا الذي ورد أنه يقرأ بعد كل صلاة، خصوصا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. وأما قراءة غير هذه السور وهذه الآية فهذا لا تجوز المداومة عليه وترتيبه بصفة دائمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السوداني فضيلة الشيخ يقول في سؤال الله لأنه يعمل في مؤسسة معظم دخلها من الشيشة، ومعروف أن الشيشة دخان ضار بالصحة، بصحة الإنسان، وأن عملي إداري مكتبي ليس لدي احتكاك مباشر بعمل الشيشة، ولكن في النهاية العمل الإداري الذي أعمله من أجل خدمة هذه المؤسسة، هل أستمر في هذا العمل أم أتركه علما بأنني على كفالة هذه المؤسسة؟ وجهوني في ضوء ذلك. لا يجوز لك العمل في هذه المؤسسة التي تبيع المحرمات كبيع الدخان وأدوات الدخان كالشيشة والنرجيلة وغير ذلك مما يستخدم لشرب الدخان، فإن هذا حرام وبيعه حرام وأكل ثمنه حرام والمعاونة عليه حرام، لقوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فبقاؤك في هذه المؤسسة من التعاون على الإثم والعدوان، فعليك أن تطلب الرزق في غير هذه المؤسسة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال له يا فضيلة الشيخ، قبل 15 عاما أصبت بمرض في بداية شهر رمضان وأنا في غيبوبة تامة طيلة الشهر لرمضان، وبعد هذا الشهر الفضيل شفاني الله من هذا المرض، ولكنني لم أقضي ما علي من رمضان الذي بعده، فهل يجوز لي أن أقضي هذا الشهر الذي لم أصمه نسبة لمرضي في الوقت الحالي، علما بأنني بدأت بالفعل في هذا القضاء وخلال هذه الفترة من الزمن أصوم صيام التطوع والست من شوال، فهل صيام التطوع الذي صمته طيلة السنوات الماضية ولم أقضيها من صيام، هل علي شيء في ذلك؟ أفتوني مأجورين. عليك المبادرة بقضاء ما عليك من رمضان، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من أجل التأخير، لأن الواجب المبادرة بقضاء الصوم الواجب وأن تقدمه على صوم التطوع. وأما ما حصل منك ومضى، يعني صمت أيام تطوع وعليك قضاء من رمضان، فهذا خلاف الأولى وخلاف الأفضل، ليس عليك فيه شيء، لكن عليك المبادرة بقضاء ما عليك من رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من أحد الإخوة لم يذكر الاسم في رسالته، ولكنه يقول يا فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين حديثي اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا وحديث صلاة الليل مثنى مثنى؟ نعم، صلاة الليل مثنى مثنى ويكون ختامها الوتر، ولا اختلاف بين الحديثين أن صلاة التهجد تكون مثنى مثنى، وأما صلاة الوتر فإنها تكون ركعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء الله ويختم صلاته الوتر أي بركعة واحدة، وكان إذا خشي طلوع الفجر أوتر بركعة واحدة، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ، هل يعاقب من فعل عملا محرما وذلك قبل سن البلوغ؟ إذا كان كذلك ما الحكم وما هي الكفارة إذا كان ذلك بينه وبين الله؟ الذي دون البلوغ ليس عليه تكليف ولا يأثم إذا فعل منهيا عنه أو ترك شيئا مأمورا به، لأنه لم يكتب عليه التكليف، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ، ليس عليك إثم فيما فعلته قبل البلوغ، وإن كان الأولى لأولياء أمور الصغار أن يربوهم على الطاعة وأن يأمروهم بالصلاة وأن يجنبوهم المنهيات، قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول، إذا أقسم الإنسان على أن لا يعمل عملا ثم قام بعمله مجبرا فماذا عليه؟ إذا كان مكرها
إذا كان مكرها فليس عليه شيء، قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإكراه ليس فيه لا يأثم، ليس فيه إثم، الإكراه ليس فيه إثم على المكره، نعم، لأنه ليس له اختيار. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول هذه السائلة: يا فضيلة الشيخ، ما حكم من يحفظ سورا من القرآن الكريم ثم ينساها، وقد حاول مرارا في الحفظ ولكنه ينسى، ما إرشادكم له وهل يأثم؟ إذا كان النسيان بتقصير منه وإهمال منه فهذا أمر لا ينبغي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد القرآن واستذكاره، لأنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أما إذا كان النسيان من غير تفريط منه، وإنما هو نتيجة لضعف الذاكرة أو لمرض أصابه في ذاكرته، فإنه لا يأثم بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلتها تقول: فضيلة الشيخ، عندما نقوم بتعليم الأطفال الصغار الأذكار الواردة والآيات القرآنية، ينطق الكلمات بلفظ خاطئ ومضحك فنضحك إجبارا علينا، فهل علينا ذنب في ذلك؟ ليس عليكم ذنب في ذلك، ولكن لأنكم لم تتعمدوا الضحك على هذا الشيء، وإنما جرى بدون قصد، ولكن عليكم أن تقيموا قراءة هذا المعلم، تعلموه القراءة الصحيحة، ولا تضحكوا إذا أخطأ أو حصل منه عدم ضبط لكلمات القرآن، تجنبوا الضحك، ولكن لو حصل منكم ضحك بدون قصد بدون اختيار فلا حرج عليكم في ذلك. نعم. هذه السائلة التي أرسلت بسؤالين، السائلة شين با تقول: فضيلة الشيخ، أنا دكتورة هعمل في مستشفى يحتاج بعض المرضى من خارج المستشفى لأدوية موجودة في المستشفى، هل يجوز لي أن أصرف لهم دواء من المستشفى على اسم مريض آخر داخل المستشفى، وهل آثم بذلك؟ نعم، هذا لا يجوز، لا يجوز صرف دواء لمريض باسم مريض آخر، لأن هذا من الكذب، ولكن عليك بالتزام الطريق الصحيح. نعم. السائلة شين با تقول: علي أيام من رمضان، علي أيام من صيام رمضان كنت قد أفطرتها في سنوات سابقة لعذر ولم أقضيها، والآن لا أستطيع أن أعدها تماما، ماذا يجب علي الآن، وهل هناك كفارة؟ أخطأت في التأخير إلى هذا الحد الذي أنساك عدد الأيام، الواجب المبادرة بالقضاء، لأنه دين في الذمة ولا يجوز تأخيره من غير عذر. وأما ما حصل من نسيانك العدد فإنك تقدرين عدد الأيام، تجتهدين في تقديرها وتعملي بالأحوط، فإذا غلب على ظنك أنها 10 أيام مثلا وترددت بين كونها 10 أيام أو 9 أيام، اجعليها 10 من أجل أن تخرجي من الواجب بيقين. وعليك المبادرة بالقضاء، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم فدية عن التأخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة من الرياض لها مجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: ما معنى حديث إنما يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم، وهل يجب في كل عمل يعمله الإنسان ولو كان بسيطا أن يستحضر النية في ذلك؟ النية في الأعمال وفي العبادات واجبة، وهي شرط في صحتها، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم ما فهمته السائلة، لأن الحديث وارد في العصاة الذين ينزل بهم العذاب ومعهم أناس من الصالحين، وينزل عليهم عذاب من الله سبحانه وتعالى، فيصيب الصالحين ما أصاب الفاسقين لوجودهم معهم، ويبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم أي على صلاحهم، ولا يكون حكمهم في الآخرة حكم هؤلاء المعذبين وهؤلاء العصاة. قالت إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر فيهم الخبث. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم عن قوم يقصدون الكعبة، يعني يغزون الكعبة، فيخسف بهم و
سئل صلى الله عليه وسلم عن من يكون معهم ممن ليس قصدهم كالرعاة ونحوهم، قال صلى الله عليه وسلم: يصيبهم ما أصاب القوم ثم يبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم. ففي الدنيا يصيبهم ما أصاب القوم بوجودهم معهم، وهذا فيه التحذير من مخالطة الأشرار ومجالسة الفجار ومصاحبتهم، لئلا يصيب الإنسان مثل ما أصابهم من العقوبة أو من الإثم الذي ينزل عليهم. وأما في الآخرة فالله جل وعلا يجزي كل بحسب عمله وبحسب نيته. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الله ألف ألف من الرياض يقول: ما رأي فضيلتكم حفظكم الله في الصدى الذي يوضع في بعض المساجد لتحسين القراءة؟ هذا من التكلف ومن رفع الصوت الذي يضر على أو يشق على المأمومين. هذا الصدى ينبغي منعه، ينبغي إزالته لما فيه من المبالغة والتنطع ولما فيه من أذية المستمعين. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أسباب المغفرة وما معنى الاستغفار؟ أسباب المغفرة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بصدق. فإذا تاب العبد إلى الله بصدق وإخلاص وعزم على ترك الذنب وعزم على عدم الرجوع إليه، يعني ترك الذنب فعلا وعزم على عدم الرجوع إليه وندم على ما حصل، فإن الله يتوب على ويغفر لمن تاب واستغفر الله عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إنكم تخطئون من الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فسبب الغفران هو الاستغفار، طلب المغفرة من الله والتوبة إلى الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء؟ وإذا كان لا يجوز فأنا قمت بزيارته، ماذا أفعل بارك الله فيكم وهل علي شيء؟ لا تجوز للنساء زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وفي رواية زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد. وهذا لفظ عام يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور مطلقا. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ. شكرا.